زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتابه بلوغ المرام الحديث 14: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم، وفي لفظ آخر عند الإمام البخاري رحمه الله قال: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعند مسلم: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وقد روى البخاري رحمه الله قصة أبي بكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وفي لفظ: لست ممن يصنعه خيلاء. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره بطرا، وصححه الألباني. قال العلماء: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا ينظر إليه نظر رحمة، لأنه لا يغيب عن الله شيء. فإذا قال إنه لا ينظر لعبد فهذا ليس معنى أنه لا يرى، ولكن لا ينظر إليه نظر رحمة، فيكون هذا من أحاديث الوعيد. لا ينظر من أحاديث الوعيد والتخويف والتحذير من حال هذا الرجل، لأن النظر العام شامل للكل، ولكن هذا النظر المنفي نظر إيش؟ خاص. النظر المنفي: لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره بطرا، هذا نفي النظر الخاص. لم ينظر الله إليه يوم القيامة نفي النظر الخاص. نفي النظر هذا يدل على العذاب، أو على أن هذا الرجل مرتكب لما أغضب الله فأعرض عنه ولم ينظر إليه نظر رحمة. أما الرؤية فإن الله يرى عباده جميعا ولا يغيب عنه أحد منهم. ومما يؤيد أن النظر العام يشمل المتبختر وأن المنفي هو نظر الرحمة ما رواه الطبراني عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. صححه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش، كتاب اجتماع الجيوش. وقال الذهبي: إسناده لين وله شواهد. من المسائل المتعلقة بحديث الباب: أولا، أن إسبال الإزار تحت الكعبين للخيلاء محرم، بل هو من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك الحافظ رحمه الله. قال شيخ الإسلام: والأصل في ذلك قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر وإسبال الثوب تزينا، موجب لهذه الأمور وصادر عنها. فذم الله سبحانه وتعالى في الآيات الخيلاء والمرح والبطر، وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور وصادر عنها، قاله شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال خيلاء من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله؟
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. والمنفق سلعته بالحلف الكذب فهو يحلف أن مشتراها عليه بكذا وهو كذاب، يحلف أنها سيمت بكذا وأن هناك من طلبها بكذا هو كذاب، يرفع السعر الذي يدعي أنه أعطيه كذبا، ولا ما أحد أعطاه هذا السعر، لينفق سلعته، يحلف أنها أصلية وهي تقليد، يحلف أنها جيدة وهي رديئة، يحلف على مزايا للسلعة غير موجودة. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويدفع من شق إلى شق إلى شق وهكذا إلى قيام الساعة. فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. قال ابن حجر: ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل، طبعا ليس لأن له كرامة عند الله، لكن ليزداد عذابا فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال: فيمكن أن يلغز به فيقال كافر لا يبلى جسده بعد الموت. المسألة الثانية: يستثنى من تحريم جر الثوب خيلاء حالة واحدة وهي حالة الحرب. فعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. طبعا الخيلاء التي يبغضها الله أمرها واضح، أمرها واضح، لكن الخيلاء التي يحبها الله ما هي؟ وهل هناك خيلاء يحبها الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. رواه أبو داود وحسنه الألباني. طيب، اختيال الرجل في القتال هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة وإظهار الجلادة والتبختر أمام الأعداء. لماذا التبختر أمام الأعداء؟ استهانة بهم، وهذه حرب نفسية، واستخفافا بهم، وإدخالا للروع في قلوبهم، وهذا فيه إغاظة للعدو. فالاستخفاف والإهانة والإغاظة للعدو وإدخال الخوف في قلوبهم بمثل هذا أمر يحبه الله. وما معنى اختيال الرجل في الصدقة؟ قالوا: أن يعطيها بطيب نفس وينبسط بها صورة ولا يستكثر ولا يبالي بما أعطى. وقال السندي: فلا يعطيه إلا وهو مستقل له، يعني ما يرى أنه أعطى شيء، ما يرى أنه أعطى شيء. وقد روى مسلم رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا مستعد أخذ السيف. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. إذن من يأخذ مني هذا السيف؟ كل واحد قال: أنا أخذ هذا السيف، لأن في أخذه لسيف النبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيه كرامة وشرف عظيم، لكن لما قال: من يأخذه بحقه؟ توقف. فقال سماك بن خرش أبو دجانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه، استعد يتحمل مسؤولية ويأخذ السيف بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. قال ابن إسحاق رحمه الله:
وكان أبو دجانة رضي الله عنه رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا قاتل علم بعصابة له حمراء فاعتصب بها على رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين. هذه من طريقته في الحرب، أبو دجانة رضي الله عنه إذا قاتل علم رأسه بعصابة حمراء. وكان من شأن الشجعان في القتال أن يعلم أنفسهم، كأنه يقول أتحدى وها أنا ذا وعلامتي واضحة ومن شاء أن يأتي فليأتي لأبارزه. فكان يعتصب بهذه العصابة الحمراء ويتبختر بين الصفين. قال ابن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رآه يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله أو يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وهذا في تهذيب سيرة ابن هشام، قال هيثم في من لم أعرفه في مجمع الزوائد. قال العراقي: الجر خيلاء هنا فيه إعزاز الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه، بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم. فالآن لو واحد قام يتبختر في مشية في الطريق أمام المسلمين، سواء يتبختر على رجليه أو يتبختر بدراجة نارية أو يتبختر بسيارة فارهة ومكشوفة، في تبختر بالسيارات وفي تبختر بالدراجات وفي تبختر بالرجلين بالمشي، طبعا التبختر المشهور هذا بالمشي. قال العراقي: الجر خيلاء هنا فيه إعزاز الإسلام، يعني التبختر في المعركة أمام العدو استهانة واستخفاف وإغاظة وإدخال الرعب في قلوبهم، هذا فيه إعزاز الإسلام واحتقار العدو، بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظ المسلمين والاستعلاء على المسلمين. قالوا في طرح التثريب. وكذلك في مجموع الفتاوى: سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل يجوز للجندي، يعني الجندي المسلم، أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين أمام رسول العدو؟ لأن رسول العدو سينقل كل شيء إلى الكفار مرة أخرى، فهل يجوز التبختر أمامه؟ فأجاب رحمه الله: أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان أظهرهما أن ذلك جائز. لبس الحرير محرم على الرجال، لكن تبخترا أمام الكفار جائز. قال شيخ الإسلام: فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا، يعني غطوا أسلحتهم بالحرير، وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا. طريقة تغطية السلاح بالحرير وهذا المنظر نجد له رعبا في قلوبنا. فكتب إليهم عمر رضي الله عنه: وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم فأخيفوهم أيضا. طبعا التكفير من هو التغطية، يقال كفر يعني غطى، وسمي الزارع كافرا لأنه يكفر البذرة فيغطيها ويسترها بالتراب، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكافر شرعا سمي كافرا لأنه يغطي حقيقة التوحيد ويجحدها. طيب، قال: كفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم. قال شيخ الإسلام: ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله يحب الخيلاء حال القتال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الخيلاء ما يحبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله
فاختيال الرجل عند الحرب. ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة الأنصاري بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. المسألة الثالثة: إذا كان إسبال الثوب من غير خيلاء فما حكمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ويرجع اختلافهم إلى أن بعض الأحاديث جاءت بتحريم الإسبال مطلقا، وفي بعضها تقييد لذلك بالخيلاء. فمن رأى حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة جعل التحريم خاصا بجر الثوب خيلاء، ومن لم يحمل المطلق على المقيد هنا لم يخص التحريم بالجر خيلاء. ومن الأحاديث التي فيها النهي عن الإسبال مطلقا من غير تقييد بالخيلاء ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكن بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، والعبد قد يعذب بالعضو الذي عصى الله به كقوله: ويل للأعقاب من النار. إذن لو واحد أرخى ثوبه تحت الكعبين بأصبع أصبعين، حسب الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أن هذا الجزء الذي أرخى عليه الثوب زيادة عن الكعبين يعذب، دون ما فوق ذلك من جسده ودون ما أسفل. والحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، بعض المستهزئين قال يعني الثوب هو اللي يحترق، يعني إذا نزل الثوب أصبعين الأصبعين من القماش هي اللي تحترق، وهذا واضح فيه السخرية بالدين. والمقصود واضح، ما أسفل الكعبين من الإزار يعني من بدن اللابس، يعني هذه المساحة التي غطاها الثوب من البدن، فالبدن هو الذي يعذب وليس الثوب، وهذا يعرفه كل عاقل أن العذاب لا يمكن أن يأتي على الثوب واللابس للثوب يخرج سليما. إذن هذا المقصود. طيب هل لهذا نظير؟ يعني تعذيب جزء من البدن دون باقي الأجزاء له نظير؟ فيقال نعم، ويل للعقاب من النار، العقب خلف القدم، منطقة مساحة جزء لا يصيبه الماء عند عدد من المتوضئين بسبب الإهمال والتقصير والاستعجال فلا يغسلون هذه المساحة. فقال ويل للأعقاب من النار، فالنار تصيب الأعقاب التي أهمل غسلها في الوضوء، فإذا يأتي العذاب على جزء من البدن. طيب لو هو دخل النار كله، فيقال هذه المنطقة تخص بمزيد من العذاب وهذه المنطقة تخص بمزيد من العذاب، فيقال هذا الجزء من البدن يخص بمزيد من العذاب وهذا الجزء من البدن يخص بمزيد من العذاب، وهكذا. الشيء الذي عصى الله به من بدنه، فقد يعصي باليد وقد يعصي بالرجل وقد يعصي بالفرج، قد يعصي بالعين، قد يعصي بالأذن، قد يعصي بالعقب، وهكذا. وفي الحديث بيان أن ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ولم يقيد بكون ذلك خيلاء. وروى ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. وحسنه الألباني. فالآن لماذا اختلفوا؟ قال اختلفوا لأن بعض العلماء نظر إلى أحاديث الإسبال فوجد أن بعضها غير مقيدة بالخيلاء عامة،
ما أسفل من كعبين من الإزار ففي النار عام. فماذا قال بعضهم؟ قالوا إذن هذا لا يجوز حتى لو كان من غير خيراء، لأن الحديث عام ما في تقييد بالخيراء. طيب ماذا قالت الطائفة الأخرى؟ حملوا المطلق على المقيد، قالوا نحمل الأحاديث المطلقة اللي ما فيها ذكر الخيراء على الأحاديث التي فيها خيراء. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم مشهور مذاهب الأربعة، واختاره الإمام البخاري رحمه الله وشيخ الإسلام والشوكاني وعدد من المعاصرين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس في الآداب الشرعية وكشاف القناع. وقال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله معلقا على قول صاحب الروض المربع: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. قال: وكون ما تحت الكعب حراما إذا فعل ذلك خيلاء وتعاظما. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست ممن يصنعه خيلاء. فهذا يدل على أن التحريم خاص بمن يصنع ذلك خيلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وبوب البخاري رحمه الله على قصة أبي بكر بقوله: باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال ابن عبد البر: مفهومه في حديث أبي بكر أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. لاحظ هذه العبارة: مذموم على كل حال. وقال الشوكاني: إن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره. وكذلك استدل العراقي في طرح التثريب بقصة أبي بكر على أن التحريم خاص بمن جره على سبيل الخيلاء. وحمل هؤلاء الأحاديث التي تنهى عن الإسبال مطلقا على الأحاديث التي قيدته بالخيلاء. قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد. قال الباجي: قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يجر ثوبه خيلاء، يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد. فلاحظ قوله: عذر من الأعذار، وقوله: لا يجد غيره. وقال شيخ الإسلام تيمية: فأما إن كان على غير وجه الخيلاء، بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولا غير ذلك، فعنه، يعني عن الإمام أحمد، أنه لا بأس به، وهو اختيار القاضي وغيره. ثم ذكر شيخ الإسلام الأحاديث الواردة في تحريم الإسبال، ثم قال: وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. لاحظ: الغالب إنما يكون مخيلة. وذهب بعض العلماء إلى أن الإسبال محرم ولو لم يكن للخيلاء، هذا القول الثاني، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض المالكية كابن العربي وغيره، واختاره الذهبي والحافظ بن حجر العسقلاني، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم. واستدلوا بالأحاديث المطلقة التي لم تقيد التحريم بالخيلاء. قالوا: ولا يصح أن يقيد بها، لأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض. فمن جر ثوبه على الأرض خيلاء فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وأما من أنزله عن الكعبين فقط فعقوبته أن ما دون الكعبين يعذب في النار، وهو وعيد أخف من الأول.
وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وذكر أن في بعض الروايات ما أسفل الكعبين إزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فكم عمل ذكر في الحديث؟ عملين، واحد مطلق ما أسفل الكعبين إزار ففي النار، والثاني مقيد ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالأول ما أسفل الكعبين إزار، والثاني من جر ثوبه خيلاء، عملان مختلفان. طيب، رتب عليهما جزائين مختلفين. الأول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا يعذب فقط الذي نزل عليه الثوب. طيب، ومن جر ثوبه خيلاء عقوبة أخرى، لم ينظر الله إليه. ورد في الحديث الآخر لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، لا يكلمه يوم القيامة، وله عذاب أليم. إذن الذي يجر للخيلاء هذا عقوبته أعظم وأعظم، وبناء عليه فإنه لا يجوز الإسبال بحال، لا بالخيلاء ولا بغير خيلاء. ثم إن الذين قيدوه بالخيلاء نلاحظ في كلامهم كلمة الحاجة وكلمة العذر، يعني كأنهم يقولون يعني شخص مثلا ما قصد الخيلاء، طيب يعني هو الآن مثلا راح الخياط وفصل الثوب ما عنده غيره الآن، وطلع أن الثوب طويل فيه طول وهو محتاجه ما عنده غيره، ولا يستطيع الآن أن يقصره الآن، على الأقل يحتاج أن يغسل ثوبا آخر ويذهب بهذا الخياط ويلبس الثوب بعده مثلا. فيعني قضية الحاجة هذه أو العذر ممكن يحمل عليها شيء، مثلا استرخى الثوب بغير قصد. شوف، لاحظ قصة أبي بكر الصديق، إن أحد شقي إزاري يتدلى إلا أن أتعاهده، ما هو الإزار كله، أحد الشقين. ثم أبو بكر يتعاهده، ما يتركه، يتعاهده. ثم من الذي شهد لأبي بكر رضي الله عنه أنه ليس ممن يفعل ذلك خيلاء؟ الوحي. فلو جاء واحد قال أنا ما أفعل ذلك، طيب نقول يا أخي فلا تزكوا أنفسكم، وبعدين يعني هل أنت ما عندك شهادة من الوحي؟ يعني الجزم أيضا أن الإنسان ما يفعل خيلاء، يعني هذه فيها تزكية للنفس وفيها نفي شيء ربما لا يكون صحيحا. ولذلك نلاحظ أن بعض الذين أجازوا للإسبال بدون خيلاء قالوا إن أكثر من يسبل إنما يسبل للمخيلة، كما تقدم معنا بعض نصوصهم. فأبو بكر رضي الله عنه لم يرخي الثوب اختيارا منه، بل كان الثوب يسترخي رغما عنه، وكان هو يتعاهده يعني يرفعه، لكنه يسترخي منه بغير قصد. وبالتالي يمكن أن نقول كخلاصة لا يجوز الإسبال بحال، لا بخيلاء ولا بغير خيلاء، ولكن بخيلاء أشد أنكى وأعظم وأسوأ كما عرفنا من النصوص. وأن الثوب إذا نزل لعذر لحاجة بدون قصد، مثل ما وجد غيره وهو يتعاهد، لكن أحيانا ينسى وأحيانا يغلبه الثوب وينزل، أن هذا إن شاء الله لا حرج. ولكن أن يقال كل واحد يسبل، روح الخياط ولا تبالي، وفيها هذه النصوص مشكلة. وعمر رضي الله عنه لما رأى ذلك الشاب قد أسبل إزارة قال وهو على فراش الموت ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني هنالك فائدة أخرى في عدم الإسبال، وهو المحافظة على الثوب من النجاسات، لأنه إذا مشى في الشارع الآن وهو مسبل ماذا يحصل؟ يجمع القاذورات والأوساخ ويساعد البلدية مجانا. الشيء الآخر أن عدم الإسبال يحفظ الثوب من البلى، لأنك سبحان الله تلاحظ أن ثياب المسبلين أطرافها السفلية متآكلة
ولذلك قال عمر: أبقى لثوبك، يعني هذا أحفظ للثوب. ثم إنك سبحان الله العظيم إذا وقفت في الصلاة وبجانبك شخص مسبل، كل شوي يجي طرف ثوبها على قدمك فيدغدغها في الصلاة، فتتضايق أنت من الذي يقف بجانبك وثوبه على قدمك، لكن لو كان فوق قدمه ما أزعج. على أي حال، السنة ما هي؟ هل هي تحت الكعبين؟ لا، فوق الكعبين، هذا بالاتفاق، يعني بالاتفاق. فلماذا لا نحافظ على السنة ونجعل هذا الإزار أو الثوب لا يمس الكعبين؟ وعندنا أحاديث أخرى في الموضوع، وإن كان المسألة الآن يعني ما بسطناها من جميع الجوانب لأجل اختصار في شرح هذه الأحاديث. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا حظ للكعبين من الإزار. إيش معنى؟ أن الإزار ينبغي أن لا ينزل على الكعبين، فإذا على الأقل حطه على أول العظم، الكعب هذا الكعب، ولكل إنسان في قدمه كعبان من يمين وكعبان في القدم الشمال، العظمان الناتئان، الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل القدم، خلاص حط الثوب على طرف الكعب إذا أردت. والمسألة الرابعة في حديث الباب: هل النهي عن الإسبال خاص بالإزار؟ روى البخاري رحمه الله عن شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، لأن محارب بن دثار رحمه الله كان قاضي الكوفة، فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. طبعا قميص هو مثل ثيابنا هذه، والإزار الذي يعقد على وسط الجسم، الإزار معروف مثل الذي يكون في الإحرام إزار، الثوب السفلي هذا إزار، أما ما نلبسه هذا يسمى عند العرب قميصا، هذا الذي نسميه نحن ثوب وقلابية، هذا يسمونه قميصا. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. قال ابن حجر رحمه الله: كان سبب سؤال شعبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزار، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وروى أبو داود عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث صححه النووي رحمه الله في رياض الصالحين. قال النووي: الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة. طبعا الإزار يعقد عند وسط الجسم، والثوب القميص هذا يلبس على الكتفين، والعمامة على الرأس. قال الطبري رحمه الله: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون الإزار والرداء، الأزر والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع، الدرع هو القميص، كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال رحمه الله: هذا قياس صحيح، لو لم يأتي النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك، حتى لا يأتي واحد من المتفلسفين الآن ويقول: النصوص أصلا جاءت في الإزار، حنا الحمد لله نلبس ثياب الآن، خلاص الحمد لله أن احنا ما ينطبق عن الحديث، حيث جاء في الإزار يلا خلاص مع السلامة خلصنا. طيب والبنطلون؟ قال: ما يدخل بنطلون،
حديث ما قال من أسبل بنطلونه، ما أسفل البنطلون من الكعبين، وهكذا. خلاص إذن يعني انقرض الإسبال، ما في إلا في الإحرام إذا حجينا أو اعتمرنا، وهذه سخافة واضحة، فإن الشرع لا يأتي بمثل هذا، وواضح أن الإزار يدخل فيه كل ما يلبس طبعا للرجال. لكن العجيب أن هذا الزمان الذي انقلبت فيه الموازين وانتكست فيه الفطر، رفعت النساء فيه ثيابهن وأسبل الرجال ثيابه، جروها الرجال والنساء رفعوها، فعكسوا ما أراده الشرع من الجنسين. ولكن كيف يكون الإسبال في العمامة؟ قال ابن حجر رحمه الله: وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات، جمع عذبة، وهو طرف العمامة الذي ينزل بين الكتفين. قال: فمهما زادت على العادة في ذلك كان من الإسبال. فابن حجر يقول: وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به العادة من إرخاء العذبات، فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال. يعني واحد مثلا يحط الذيل العمامة طويل، هذا يكون من الإسبال. وقال السندي رحمه الله: الإسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا، والله تعالى أعلم. حاشية النسائي. طبعا بالنسبة للإسبال في الأكمام، بعض الأكمام طويلة أو عريضة، هذا الاتساع الكبير ممكن يدخل في الإسبال. يعني يصير واحد إذا نزل يده يمكن يصل كم إلى أسفل، ففي إسبال يتصور في أشياء. والآن التصاميم الحديثة للملابس، بعض الملابس الآن ما في أي قاعدة، الآن ملابس ما في قاعدة. القاعدة الآن ما هو الشاذ الشذوذ، هذه قاعدة. فمثلا يعني بنطلون فردة خضراء وفردة حمراء، واحدة قصيرة واحدة طويلة، وهناك رقعة عند الركبة ورقعة فوق ورقعة تحت، وكتابة هنا وهناك ما في كتابة، وكتابة هنا وتكمل الكتابة هناك. يعني كل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها بعض المهابيل في التصميم، تصميم ملابس، كأنهم يعني يأتون بمصممين للملابس في عقولهم شيء، لأن النتيجة غريبة. لأن الآن المهم في اللباس لفت النظر، كيف يكون ملفت للنظر؟ يا ألوان غريبة، يا كتابات عجيبة، يا أشياء في التصميم يعني كذا مقطوع مثلا كذا كذا، وما كان يلبسه الفقراء في الأزقة الآن يلبسه أولاد الأغنياء مفتخرين به، يعني في أشكال الثياب، فتجد بعضها مثلا مشرشر كأنه ممزق، هو كأنه كذا، كأن جاء واحد مزقه كذا. فالآن صارت الثياب لو تأملت فيها في العصر هذا تقوم على الشذوذ، تقوم على لباس الشهرة، تقوم على الملابس الغريبة المنكرة، لفت النظر، عدم التماثل بين جزئي الثوب، وهكذا. مع أن الشريعة جاءت بالعدل في كل شيء، حتى العدل بين الأعضاء، حتى الواحد ما يمشي بنعل واحدة، وهؤلاء يريدون إحداث تغييرات في الثياب حتى إنهم لا يفعلون كل منكر في تصاميم الألبسة. المسألة الخامسة: ظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لقوله في الحديث من جر ثوبه، ومن تفيد العموم. لكن قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. فأخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟
فالمرأة لابد أن ترخي لأجل الستر. فقال يرخين شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزيدن عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الزرقاني ويؤخذ من ذلك أن للمرأة أن تسبل إزارها، أي تجره على الأرض ذراعا، لكن الذراع كم هو ويبدأ من أين؟ قال العلماء المراد ذراع اليدين وهو شبران، لما روى أبو داود عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا. يعني شوف الحرص المرأة المسلمة على الستر، وإنها إذا خرجت تخرج بشيء سابغ طويل، حتى لو هبت ريح لو صعدت شيئا تبقى مستورة. ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. وصححه الألباني. قال ابن حجر رحمه الله وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، يعني لا تجيب أضخم يد في العالم ولا تجيب أصغر يد كف طفل، هات يد معتدلة وسط. قال ابن حجر والحاصل أن للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. قال العراقي رحمه الله الذراع الذي رخص للنساء فيه أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة، هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين، أو من الحد المستحب وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض. لاحظ هذه مسألة لفتت أنظار العلماء. الذراع الذي هو شبران المرخص به للنساء في الإسبال، هل الشبران تبدأ من منتصف الساق الذي هو سنة للرجال، ولا من الكعب الذي هو منتهى ثوب الرجل، ولا من ملامسة الأرض؟ جاء حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها، قال شبرا، قالت إذن ينكشف عنها، قال فذراع لا تزيد عليه، فظاهره أن لها أن تجره على الأرض منه، طرح التثريب. واستحباب تطويل المرأة لثوبها إذا مشت بين الرجال، أما إذا كانت بين النساء أو في بيتها فيكون حكمها حكم الرجال. قال شيخ الإسلام قال بعض أصحابنا في قضية إسبال المرأة هذا المسموح به، هذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب اللاتي كنا يمشينا في الصحراء، فأما نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا يراهن رجل أجنبي فيكون ذيلها كذيل الرجل، كتاب شرح العمدة لابن تيمية. بعض العرائس من النساء في تفصيل وتصميم فستان العرس لها ذيل طويل متر متران، وبعضهن تحمله خلفها بنات أو خادمات تحمل ذيلها، هذا إسبال واضح ولا يجوز. أولا لأنها في حال لبس فستان العرس ستكون أين؟ بين النساء، فينبغي أن يكون ثوبها هنا في تفصيله مثل ثوب الرجل. ثانيا إنه زاد على الحد المسموح به، وحتى لو قلنا شبران مما لامس الأرض يعني أقصى إلى آخر قول يعني قالوا، فليس كذلك، هذا الشيء مسافة وما يفعلنه من ذيل طويل شيء آخر. فإذا إسبال المرأة في فستان العرس محرم، وأصلا طريقة المشي كذا وهي تسحب وراها متر ومتر ونصف ومترين واضح، يعني إذا ما كان هذا الخيلاء فما هو الخيلاء؟ ما هو الخيلاء؟ المسألة السادسة ما القدر الذي يستحب في طول الثوب؟
المستحب في الإزار أن يكون إلى نصف الساق. فعن علاء بن عبد الرحمن عن أبي قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود وصححه النووي. وعن عبيد بن خالد قال كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنما هي بردة ملحاء، فقال أما لك في أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كأنه يقول ألست لك بقدوة تقتدي بي؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه أحمد وسنده جيد كما قال الحافظ رحمه الله. والبردة الملحاء التي فيها خطوط سود وبيض. طيب الإزار هذا الذي يربط على وسط الجسم مثل الذي نلبسه في الإحرام، هذا الإزار القطعة السفلية في ملابس الرجال في الإحرام، هذا الإزار السنة أن يكون إلى أين؟ منتصف الساق. والرخصة إلى أين؟ روى الترمذي عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، عضلة الساق العضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا مما يؤيد أن الإسبال لا يجوز حتى لو كان بغير خيلاء، لأنه قال لا حق، لا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني. قال النووي رحمه الله فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحتوي إلى الكعبين، فما نزل على الكعبين فهو ممنوع. قال ابن حجر والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. طيب هل القميص وهو الثوب الذي نلبسه هذا هو كالإزار في الحكم، يعني يستحب أن يكون إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين؟ ذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما، قالوا الإزار السنة فيه إلى نصف الساق، وأما القميص فالسنة فيه إلى الكعبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار، فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين، القميص الذي هو هذا الثوب الآن، أن يكون طوله إلى الكعبين وطول الإزار إلى مراق الساق، شرح العمدة لابن تيمية. وفي رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حد الثوب والإزار قال ومن أهل العلم من جعل حكمهما واحدا، وأن ذكر الإزار إنما كان بناء على الغالب، حيث كان غالب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والأردية، فالجميع سواء والحكم عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السراويل. فصل القول في التفريق من المعاصرين الذين يرون بالفرق، يعني أن الثوب القميص هذا إلى الكعبين والإزار إلى نصف الساق. التفريق بين الإزار وغيره، التفريق جاء بناء على إيش؟ بناء على أن الإزار والبنطلون مثلا يلبس على وسط الجسم، والثوب يلبس على الكتف، فإذا واحد لبس إزارا مربوط على وسط الجسم وركع مثلا انحنى ما ينكشف شيء، لا ينشمر الإزار، ما يرتفع، لا ينشمر مع الانحناء. قالوا أما الثوب الذي يلبس على الكتفين هنا معلق بالكتفين، إذا ركع أو انحنى انشمر وارتفع فظهر ما فوق نصف الساق، ولذلك قالوا بالفرق. قالوا الذي يلبس على وسط الجسم هذا إلى نصف الساق، وبحد أدنى أو أنزل شيء إلى الكعبين. أما الثوب
الذي ينشمر لأنه يلبس على الكتفين، قالوا هذا إلى الكعبين. هذا وجه تفريق هؤلاء بين الثياب هذه قمصان وبين الإزار. ومن أهل العلم اللي هو القول الثاني من جعل حكمهما واحدا، وأن ذكر الإزار في الحديث إنما كان بناء على الغالب، حيث كان غالب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والأردية فالجميع سواء، يعني أنه حتى هذه الثياب إلى السنة فيها إلى نصف الساق، فقالوا الجميع سواء والحكم عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السراويل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المسألة السابعة، تكره الزيادة على القدر المعتاد في اللباس. قال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. لاحظ، يكره كل ما زاد عن العادة في الطول والسعة. وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص؟ قال ابن حجر والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة دخل في ذلك. وقال العراقي في شرح الترمذي ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه، ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه، قال ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. المسألة الثامنة، هل الحرمان من نظر الله خاص بمن جر ثوبه أم يشمل من كان متبخترا في مشيته وإن لم يجر ثوبه؟ قال ابن حجر رحمه الله ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ولكن لا يعني هذا أن لا يلبس الإنسان ثوبا حسنا جميلا. قال ابن حجر رحمه الله والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط هو الاحتقار. فالخيلاء إذن أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وغيره، فالثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب كالخاتم، فبعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به كل شوي يطلعه، ما تدري مسكين وين يودي الإصبع، يريد أن يريه لكل أحد، كأن يحرك أصبعه بالخاتم خيلاء. وربما يحدث هذا لبعض النساء، فتلبس خاتما ثمينا جدا وكل شوي تحرك أمام النساء تسوي تستعرض، هذا إيش؟ خيلاء. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فخص ذلك بالثوب، فالجواب أن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال، يعني ما ذكر الثوب فقط لأجل الثوب، ذكر الثوب كمثال. فكان المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام من الخيلاء، والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو الثوب من باب ضرب إيش؟ ها؟ ضرب المثال. المسألة التاسعة والأخيرة، ما يستثنى من المنع من الإسبال. قال ابن حجر رحمه الله ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره، نبه على ذلك شيخنا في شرح الترمذي، واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف
في لبس القميص الحرير من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي. والمهم يا إخوان إذن أن ننضبط بالشرع في اللباس، في الطول، في النوعية، فمثلا الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير، في عدم الخيلاء، في عدم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، في ستر ما يجب ستره. لأنك تجد الآن في هذا الزمان، عجب، ما مر على البشرية ترى مثله أبدا. ومن راجع صور ورسوم أشكال لباس النساء الكافرات عند النصارى واليهود في القرون الماضية، سيجد أنها طويلة، وأن الواحد مننا إذا لبست فستان هو طويل وفضفاض، أو قميص وتنورة طويلة وتضع غطاء على شعرها، ولا زال نساؤهم إلى الآن في الأرياف يغطين شعورهم ويلبسن ملابس طويلة. لكن تفنن اليهود وأذنابهم في هذا الزمان في تقصير ثياب النساء وجعلها شفافة وضيقة، وكل ما كان أصغر عندهم هذه الموضة كل شوي يصغر ويرتفع، يعني لدرجة مخزية. ولما رفعوا وصغروا في الملابس التحتية ذهبوا للفوقية، فصارت كت ودخلت على الصدر، ثم انحسرت حتى من جهة البطن فظهرت السرة، ثم نزل ما تحته، وصار العجب يعني كيف استزلهم الشيطان وجرى بهم لدرجة أنه صار من الموضة إخراج طرف هذا السروال الداخلي، من يعني جعله مقسوم نصفين وطالع يعني شكل مزري، يقولون أن هذه الموضة هذه الموضة. وأحيانا ترى هذا عند بعض الشباب في الأسواق، يمشي وطرف السراويل الداخلية مبين، فتقول يعني هذا فقير ما عنده ثوب، يعني هو مسكين ما حصل قميص يعني على قدر مقاسه، ولا انحسر مع الغسيل انكمش ولا إيش. لكن هذا شأنهم في اتباع إخوان القردة والخنازير، أولئك يفصلون وهؤلاء يلبسون، وأولئك يبدؤون وهؤلاء على المنوال يسيرون وبهم يتشبهون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما هو علاج الفتور؟ الأخ من مصر يسأل. الحمد لله، بالنسبة للفتور وضعف الإيمان فإن معالجته تتم باللجوء إلى الله بالدعاء، الدعاء بأن يجدد الله الإيمان في القلوب، ثم يتدرج الإنسان في زيادة الطاعات حتى يعود إلى عهده السابق ويزيد، والاقتداء بالعباد والمسابقة مع من يبكر إلى المسجد مثلا، فنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بكر قبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يطلق الأم ويتزوج البنت؟ الجواب يجوز إذا لم يدخل بالأم. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ولها بنت فطلق الأم قبل أن يدخل بها فيجوز أن يتزوج البنت، أما إذا دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوج البنت أبدا. أدخل إلى بعض الغرف في البالتوك وغيره وأحاول أن أقفل بعضها مما فيه قلة أدب، فالجواب هذا من إنكار المنكر، بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه ويؤدي إلى اعتداء على الغرف الإسلامية وإغلاقها أيضا من قبل أولئك القوم، فيكون الضرر كبيرا. فإذا لم يمتد أو لم يكن إنكار المنكر مؤديا لمنكر أكبر منه فلا بأس. ينسى كثير من الإخوان في التعامل مع أصحاب الغرف السيئة نصيحة هؤلاء قبل أن يستعملوا وسائل أخرى، فلو أنه نصحه
ودخل معه في حوار بالتي هي أحسن. فقد يقفل صاحب الغرفة السيئة غرفته ويترك ذلك تلقائيا، لأن إغلاق الغرفة عليه استفزاز، وقد يعيدها بأجمل مما كانت أو يعيدها بعبارة أخرى بأسوأ مما كانت. ولذلك أنصح بالبدء بنصيحة هؤلاء قبل أن يبدأ بتخريب غرفتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن أن أصلي صلوات النوافل تقديم مثل أن أصلي سنة الظهر البعدية قبل صلاة الظهر لانشغالي؟ لا، أنت لا تصلي سنة الظهر البعدية قبل الظهر، ولكن إذا شغلت كما حصل في السنة فإنك تقضيها ولو بعد العصر مباشرة. انتشر عند بعض المصلين وضع الشماغ في مكان السجود ليكون حائلا بين الجبهة ومكان السجود، وأصبح عادة في كل سجدة لوسواس عند بعضهم. هذا ليس من السنة في شيء، بل هو مخالف للسنة، فإن السنة أن تباشر الأرض بالسجود ولا تجعل حائلا لا داعي له بينك وبين مكان السجود، وأن تمكن الجبهة والأنف من الأرض، وكلما جعلت حوائل زيادة كلما كان التمكين أصعب وتطبيق السنة أصعب. ولذلك لا تفعل هذا، لا تثني وتطوي هذا الشماغ وغطاء الرأس وتضع في موضع السجود، اللهم إلا إذا كان لحاجة مثل حرارة شديدة على الأرض فأنت تجعله بحيث يقيك من حرارته عند السجود، كمن لم يجد مكانا إلا على البلاط للصلاة أو أحيانا في الشارع صلاة الجمعة في الزحام. ما هي حدود الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ عدم الخضوع بالقول، عدم الخلوة، وأن يكون موضوع الكلام نفسه مباحا، وأن يكون لحاجة. إذن أن يكون الكلام لحاجة، اثنين بلا خلوة، ثلاثة بلا خضوع في القول وتكسر، أربعة أن يكون موضوع الكلام مباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت المرأة ترتدي فستانا وبه ذيل فستان الأفراح، سبقت الإجابة في الدرس عن هذا. هذا سؤال من أحد الأخوات طرحه عليها أستاذها في كلية بقصد البلبلة، ما حكم قص شعر الحاجبين وليس نتفهما؟ الجواب لا يجوز، لا قصه ولا نتفه، لا قصه ولا نتفه، لأن القص جزء من الأخذ، فما دام نهى عن النمص وهو أخذ شعر الحاجبين فالأخذ يشمل النتف والإزالة بالكلية ويشمل القص والتقصير، اللهم إلا إذا طال ونزل على العينين فآذى فيقص ما آذى منه في الرؤية، وهذا نادرا ما يحدث. السؤال: قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ما المقصود بهذه الآية؟ أن الله يحذر عباده من الافتتان في الدنيا، وأن هذه الدنيا تلهي وتشغل عن طاعة الله ويؤدي الانكباب عليها إلى التفاخر بين الناس والتكاثر في الأموال، وعندي أكثر من ما عندك وهكذا، فينشغلون بها عن طاعة الله. وليس المقصود أن يقرر هذا ليحتج به بعض البطالين، كما أن أحدهم أنكر على من يكثر اللعب بالبلاي ستيشن، قال له: يا أخي اتق الله، أنت تلعب فيها ساعات تضيع عمرك هذا. قال: يا أخي ليش تنكر علي؟ الله يقول إنما الحياة الدنيا لعب. شوف كيف الفهم الأخرق، يقول لما الحياة الدنيا لعب، يعني كأنه يعني يقول الله قال لحياة الدنيا لعب فنحن يجب أن نلعب، مع أن هذا كلام للتحذير وليس ليقرر لك هذا حتى تلعب. يقول: هل هناك أحد الصحابة كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث في قضية الخيلاء؟ طبعا سبقت الشرح، سبق الشرح في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحائض والنفساء والجنب سماع القرآن وترديده في النفس دون تحريك الشفتين؟ الجواب نعم، يجوز استعراض القرآن في الذهن والتدبر فيه وسماعه دون تلاوة ودون قراءة ودون تحريك اللسان والشفتين للجنب والحائض. فلو قال
هل يجوز الجنب أن يتدبر آية بدون أن يقرأها ولا يحرك الشفتين؟ نقول نعم، لكن الجنب ما يقرأ ولا آية. يقول السؤال: هل القيء نجس؟ هذا عند أكثر العلماء، قيء الرضيع هذا متسامح به لكثرته وعموم البلوى به، ولأن أكثر المرضعات لا يسلمن من قيء ورجيع الرضيع على ثيابها، خصوصا على الكتف إذا أرضعت وحملت وتجشأ الولد سكب من ما رضعه على ثوبها فيعسر عليها تنظيف كل هذا. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن المرضعات لازلنا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، ولا حصل عليهن نكير في هذا، فلعموم البلوى ولأنه من هؤلاء الرضع فيتسامح به. إذا خطف غاصب من مسلم حقيبة أثناء سيره في الطريق هل يعتبر سارق؟ يقام عليه حد السرقة؟ طبعا لا تنطبق الشروط من جهة الأخذ من الحرز، ولكنه يؤدب ويعزر ويعاقب على فعله المشين، لأنه اختطف وانتزع وانتهب نهبة، لأن عندنا اختلاس وسرقة ونهبة. فمن جهة تطبيق شروط القطع وحد السرقة يحتاج إلى توافر أمور، فخطفها من اليد في الشارع لا تكون قد تكاملت حدود القطع، لكنه لا بد من معاقبته، لا بد. فقد يعاقبه القاضي بسجن طويل وضرب كثير حتى يتأدب، وأن يغرم ما خطفه. إذا اكتشف المسلم أن في ثوبه نجاسة بعد الصلاة هل يعيد الفريضة والنوافل أم يعيد الفريضة فقط؟ لا يلزم إعادة لا الفريضة ولا النافلة إذا اكتشف النجاسة بعد الصلاة. هذه الأخت من المغرب تقول: ما الحكم في وضع الأخوات في الغرف المختلطة مثل الضحكات والوجوه التعبيرية؟ نقول: لا يليق هذا، لا يليق هذا، وإزالة الحواجز بين الجنسين مصادمة لما قصده الشارع. الشارع أراد أن تكون هناك حواجز لتحمي وتمنع من الانزلاق والانجراف إلى الحرام، وهؤلاء يريدون تكسيرها وتحطيمها، فالشارع يمنع الاختلاط وهؤلاء يريدون تحقيق الاختلاط، يعملون عكس مراد الشارع. في بعض الناس سبحان الله العظيم يشتغل على عكس مراد الشارع، فمثلا الشارع يريد إيجاد حاجز بين المسلم وغير المسلم حتى ما يصير تشبه مثلا واتباع للكفار، فهو يجي على الحاجز هذا يضرب عليه لإزالته، يقول لا يعني الشرع ما في كراهية للكافر لأجل كفره، الكراهية خاصة بالمحاربين، وما في مثلا يعني الحواجز النفسية لازم تزول، وكلنا إخوة في البشرية وكلنا شركاء في الإنسانية. طيب لماذا؟ شوف الخلط هذا وإزالة الحواجز اللعب، هذه قضية يعني تدمير عقيدة البراء من المشركين في النفوس، هذه لمصلحة من؟ مصلحة الأعداء طبعا بلا شك. فهذا جهل وهذا انحراف وهذا سوء، والعياذ بالله سوء في يعني توجيه الناس بعكس ما يريده الشرع. الشرع يريد حواجز بين المسلمين وغير المسلمين، يريد حواجز، ونهى عن الإقامة بين المشركين ونهى عن التشبه بهم، يعني تخلطهم مع بعض وتقول يلا عادي تعالوا كلنا أخوة في البشرية كلنا أخوة في الإنسانية، يعني إيش الفرق إذن؟ طيب فإذا ما أمنوا بالله وحده إيش بيننا وبينهم؟ إيش بيننا وبينهم؟ العداوة والبغضة. فكيف تقولي بعدين لا تكره الكافر لأنه كافر؟ بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وحتى تؤمنوا بالله وحده، ما يلزم من هذا أني أعتدي عليه وأخذ ماله وأبطش به؟ لا، يعني كونك تكرهه ما يعني أنك تعتدي عليه، إلا إذا حاربك تحاربه في جهاد الدفع وجهاد الطلب، طبعا تراغمه وتحارب وتقطع رأسه، لكن
إذا كان مسالم كافر مسالم إيش بينك وبينه؟ كرهه لكفره، بس هذا شيء قلبي، وليس معناها الاعتداء عليه. مثلا كذا تشوف في الشارع تضرب كف، ليش؟ قل أنت كافر. لا لا، تسرق ماله، ليش؟ أنت كافر، لا يجوز، هذا اعتداء، هذا ظلم. لكن نجي نقول أو كلنا أهلا أن أخوان في البشرية، كيف الحال؟ إحنا نحبك في البشرية، إحنا أحباب في الإنسانية، ترى ما بين أي شيء، ترى تفكر القلب والله أبيض نقي، إيش هذا؟ هذا خلاف عقيدة الإسلام وعقيدة الولاء والبراء وعقيدة التوحيد وعقيدة إبراهيم الخليل وعقيدة الحنفية، طبعا بالتأكيد يعني، لأن إزالة الكره معناها خلاص تقبل، خذ، إذا زال الكره زال الحاجز. والحين هذا يقول يعني بوذا هو الله وعيسى هو الرب والله له ولد وله صاحبة وزوجة والملائكة بنات الله وهبل، كل هذا عادي يعني يمشي وما في أي كره ولا أي بغضاء ولا شيء، كله تمام، العلاقة آخر حلاوة، لأن كيف كيف يعني؟ والله العظيم لو يسبك ويشتمك ويلعنك إنك تكرهه، طيب لو سب ربك ويقول لله ولد وله صاحبة وله شريك وله كذا، إيش يسبون الله وأنت يعني مبسوط وتقول ما في كراهية، كلنا إخوة في البشرية، حتى السب تسب الرب، أنا عنا إخوة في البشرية، إيش هذا؟ نحن منشدات في الأعراس وأحيانا تكون الغرفة كبيرة ونحتاج مكبر صوت في الغرفة، هل يجوز؟ وهل يجوز أن نستعمل أكثر من دف واحد؟ وهل يجوز أن نشترط الثمن؟ الجواب إذا كان مكبر الصوت في الغرفة، إذا كان استعمال مكبر الصوت لا يصل به صوت النساء البالغات إلى الرجال فلا بأس. يعني افرض هذه الصالة، صالة النساء مغلقة منعزلة تماما، وصوت النساء البالغات في الغناء لا يصل إلى الرجال فلا بأس، ولو وصل صوت الدف إلى الرجال فلا بأس. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع ضرب الجاريات بالدف في العيد، يعني صوت وصل إليه، ولما أراد أبو بكر أن ينهاهن وقال مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يدعهن. إذن يا إخوان ويا أيتها الأخوات، وصول صوت الدف إلى الرجال في العرس لا بأس به، وكذلك في الأعياد لو ضرب النساء بالدف فوصل الصوت للرجال، لكن صوت النساء البالغات ما يجوز أن يسمعه الرجال لأنه فتنة، واحد يسمع صوت مغنية كيف؟ ما يجوز. فإذن المكبر إذا أوصل صوت المرأة البالغة إلى الرجل الأجنبي ما يجوز، إذا أوصل صوت الدف إلى الرجل جائز. بالنسبة لقضية استعمال أكثر من دف جائز، بالنسبة لاشتراط الثمن جائز، لأنه إذا جاز العمل جاز الاستئجار عليه. فإذا قلنا ضرب النساء للدف الأعراس جائز للنساء، يعني يجوز الاستئجار عليه. بطاقة الفيزا من بنك الراجحي، نقول إذا كانت البطاقة مجانية لا رسوم إصدار ولا رسوم سنوية ولا رسوم سحب جائزة، وإذا كان فيها رسوم فينظر هل الرسوم تبع البطاقة تساوي ما يخسره البنك على أعمال البطاقة، يعني البطاقة يستلزم موظفين وأجهزة وإيجارات إلى آخره، لأنه يستأجر المكينة الصراف وعنده مثلا نفقات تشغيلية للمبنى والأعمال الداخلية، فإذا كان ما يأخذه من رسوم على الفيزا يساوي هذه المصروفات أو أقل منها يجوز، أما إذا زاد فهو ربا، إذا تضمن السحب بالفيزا قرضا فيكون الزايد ربا. مثال، واحد طلع بطاقة فيزا، بطاقة الفيزا ما يسحب فيها من رصيده هو، لا يسحب من رصيد البنك أو من
نقود الفيزا، شركة الفيزا تغطيه، البنك يغطيه، فآخر الشهر ما عنده فلوس، خلصت فلوسه، يسحب ببطاقة 1000 ريال مثلا. قلنا فيها رسوم؟ قال فيها رسوم. كم الرسوم؟ قال والله سنويا مثلا 200 ريال، وكل عملية سحب من الصراف 36 ريال، وكل فجينا نحسبها نشوف تكلفة البطاقة على البنك، ولها موظفين ولها إيجارات صرافات، جينا نحسب البطاقة الواحدة كم تكلف البنك، جمعناها وحسبناها وقسمناها، طلع أنه والله هذه بطاقة الصراف تكلف البنك سنويا مثلا 100 ريال. يا أيها البنك كم تأخذ رسوم أنت على أصحاب البطاقات؟ قال آخذ 200 ريال سنويا، وآخذ 36 ريال على كل عملية سحب. فإذا سحب ببطاقة الفيزا 4 مرات في السنة، 10 مرات في السنة، هذه 360 ريال في جيوبنا، ومئتين ريال في البنك، من 200 الإصدار صارت 500. قلنا عندكم 400 ريال ربا، ما لكم حق إلا فقط تكلفة البطاقة بس. وأنت يا أيها العميل إذا كنت تعلم أن هذه الرسوم أكثر مما هي مصاريف البطاقة ونفقاتها، فأنت تدفع لهم ربا ولا يجوز. بحاجة لأبيات من الشعر للرد على أهل طائفة من البدع كونهم يظنون أن الحق لديهم. هذه نجدها في كتب الرد على أهل البدع، فأحيانا مثلا يستشهدون على تهافت حجج المبتدعة بأنها حجج كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور، يعني ما في كالزجاج تهافت، كالزجاج الذي يتهافت تخالها وكل كاسر مكسور، ما فيها شيء يسلم، أن حججهم مثلا ساقطة. وأحيانا يقول مثلا حجج هذه أوها من بيت العنكبوت، وأحيانا يستخدمون الأمثلة، فيقول ابن تيمية مثلا في بعض حجج أو في بعض ما يريده المبتدعة، وهذا كلحم خنزير على صينية من ذهب. فتجدهم يستعملون أمثال، ويستعملون يعني أهل السنة في ردودهم على المبتدعة، ويستعملون أبيات من الشعر، ومحل هذا في كتب الردود، بالذات في كتب ابن تيمية رحمه الله وكتب القيم، لأنهما أكثر من الردود على أهل البدعة. فتجد الكتاب يعني مليء بالشواهد التي فيها بيان تهافت حجج هؤلاء المبتدعة. هل يجوز ترك سنة قصر الثوب لنصف الساق؟ نعم يجوز، لأنها سنة، بس ما يجاوز الكعبين، بحجة أن الناس لا يعلمون بهذه السنة، لا حرج. يعني لو قال والله هذا ينفرهم وأنا سوف أبدأ بهم، فأنا ما لن ألبس إلى منطقة، سوف أجعله إلى الكعبين، طيب لا بأس، مدى ما يجاوز الكعبين لا حرج. هذا سؤال عن سنن الفطرة، لماذا ذكر رسول صلى الله عليه وسلم في الإبط النتف وفي العانة الحلق، رغم أن كل الكلمتين تفيد الإزالة؟ لأن النتف كما قال العلماء يوهن المحل ويضعفه، يعني هذا الجلد اللي عليه شعر في الإبط المصلحة أن يوهن ويضعف، فإذا نتفت شعر الإبط إيش يصير في الجلد هذا؟ يضعف، والشعر ما يصير غزير ما يهيج ويكثر، لا خلاص يزول ويضعف، ثم يسهل نزعه بسهولة. يعني لو عودت نفسك أول ما يطلع شعر الإبط أنك تنتفه أولا بأول، يضعف المحل، فتستفيد أمرين. الأمر الأول أن إزالة الشعر بعد ذلك بالنتف أسهل، والألم فيه يصير قليل جدا، لأن المحل ضعف خلاص، الجلد نفسه صار واهنا. ثانيا إن الجلد إذا صار واهنا هنا صار إفراز العرق إيش؟ أقل. ومعلوم أن الإبط رائحة العرق فيه كريهة، ومن الأماكن التي يكثر فيها إفراز العرق، فإذا صار الجلد ضعيفا واهنا صار العرق أقل، وصار رائحة العرق أقل،
وعند ذلك يتبين لماذا الشرع أو وجه فيه بالنتف. أما العانة حول الذكر أو حول القبل فإن المصلحة الصحية للإنسان أن يكون الجلد في هذا الموضع قويا وأن يشتد المحل، وليس أن يرتخي ولا يوهن ولا يضعف، وإنما أن يشتد الجلد. فلذلك أمر بالاستحداد، يعني حلق بالموسى، فيحلق الشعر هنا بالموسى فيشتد الجلد، وهذا من مصلحة الشخص. ولذلك أمر في حال العانة بالحلق وفي حال الإبط بالنتف، وهذا طبعا من بدائع ما جاءت به الشريعة في مصلحة الإنسان الصحية، مصلحة الجلد هنا وهنا والتفريق بينهما. لكن لو قال هل يجوز أن أزيل شعر العانة بأي مزيل آخر من المراهم نقول نعم، وإذا قال هل يجوز أن أحلق الإبط بالشفرة نقول نعم، من ناحية الجواز يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ ما تقدم. هل زواج المسيار جائز؟ طبعا نقول عرف، أي واحد جيس يقول مسيار مسفار مسبار، نقول تعال عرف الزواج. في ولي يقول نعم، في شاهدين يقول نعم، في إجاب قبول زوجتك بنتي إجاب، وهذا الشاب يقول هذا الخاطب أو هذا المتزوج يقول قبلت، فنقول إذا في إجاب قبول. طيب في رضا الطرفين، في أحد مكره؟ لا، كلهم راضين نعم. طيب في أسباب مانعة مثلا رضاع، محرمية، مثلا الزوجة كافرة، الزوج كافر، في محرم، في موانع يعني تمنع من النكاح؟ قالوا لا ما في. طيب في أي شروط محرمة؟ مثلا تزوجتك 24 ساعة، زوجتك نفسي 48 ساعة كذا، زوجناك بنتنا 40 يوم، هل في تحديد مدة؟ قالوا لا ما في. إذن خلاص يصح النكاح. كون النفقة عليها، كون مالها بيت يجيها في بيت أهلها، كون يجيها على كيفه لأنها سمحت له قالت على كيفك تعال، كون هذه ترجع إليهما لأن لكل منهما حقوق، فإذا أسقط أحد الطرفين حقه أو جزء من حقه خلاص ما في شيء. هي رضيت قالت تعال وقت ما تبغى، تعال خلاص أنا راضية أني أعيش ببيت أهلي، عندنا ملحق فوق البيت خلاص، إذا جيتني أنا وياك نعيش فيه ما في مانع. قال أنا كثير السفر أبغى أتزوجك، يعني خليك عند بيت أهلك، حطيتك الآن في مكان تصيري لوحدك، أستأجر لك شقة في نفس العمارة اللي أهلك فيها، عندهم ملحق عندهم كذا، أجيكي لما أرجع أجيكي. فوافقت قالت خلاص أنا راضية، يعني لو عندك 4 زوجات ستأتيني كم مرة في الأسبوع، كم مرة في الشهر لو عندك 4 زوجات؟ فأنا راضية، بعتبر نفسي أنه أنت متزوج 4 زوجات، أنا راضية لا بس لا حرج خلاص، ما دام صار فيه تراضي لا حرج. إيش يسمى بعد ذلك يسمى؟ لكن لما تسمع تقول لا طلع الزواج ما في ولي، المرأة تقول زوجتك نفسي، هذا باطل حرام زنا ما يجوز، ما في شهود باطل، ما في تراضي إكراه ما يجوز. زواج الدم، وش زواج الدم؟ قال تجرح نفسه ويجرح نفسه ويحكوه في بعض كذا، خلاص كذا الدم بالدم صار زواج. إيش هذا؟ من عمل الشيطان. زوجتك نفسي 24 ساعة حرام، من عمل إبليس. يقول السؤال دخول الفتيات للشاتات الصوتية والكتابية. أما الصوتية فصوت المرأة الشابة فتنة، ليش العلماء منعوا من إلقاء السلام على المرأة الشابة وكرهوا ردها وكرهوا لا أن تبدأ بالسلام؟ كره العلماء للمرأة الشابة إلقاء السلام ورده، قالوا المرأة الشابة لا تلقي السلام ولا ترد السلام ولا تشمت العاطس الأجنبي. ليش؟ خشية فتنة الصوت، هي بطبيعتها خلقة كذا صوت المرأة ناعم خلقة، ولذلك
الشاتات الصوتية فتنة فتنة، والكتابية حتشوف المشكلة الآن إذا بدأت التسليات بين المرأة والرجل الأجنبي في الكتابة. وإيش الحدود؟ ما في. إيش الكلام موضوعه؟ كل شيء.